مصادري هي، المصادر هي: واحد، مصدر المفردات الكردية باللغة الكردية للدكتور جمال نبث عام 2008. اثنان، دراسات كردية في بلاد سوبارتو للدكتور جمال رشيد أحمد العام 1984. ثلاثة، ظهور الكرد في التاريخ أيضا، كتاب مهم للدكتور جمال رشيد أحمد العام 1984. سأبدأ بالكلمات: جوز. جوز اقتبسها العرب من كلمة أو اسم جويز. شوال، جوال. جوهر، من مقتبسة من جوهر، وهي كلمة بهلوية. حانة، مقتبسة من خانة أي المكان. حركة، مقتبسة من هرك. حقيبة، مقتبسة من هبة، هبة. حتى الآن نقول هبان. الهبان عبارة عن كيس، كيس صغير، كان في الغالب الشيوخ والمتصوفون، الطلاب، طلاب العلم الديني يحملون هذه الحقيبة. وهنالك حكمة كردية تقول شيخ زانا تشخستية هبانه، أي الشيخ يعرف ماذا وضع في الهبانة. لديها قصة طبعا، وقمت بتسجيل فيديو عنها. الآن آتي إلى اسم حواء. حواء مقتبسة من هيبا، هيبا، وهو آلهة الخوريين. حيلة، مقتبسة من بيلا، بيلا، وهو شخص أقرع لديه مرض جلدي ويتهم الناس بهذا المرض. الآن نأتي إلى الكلمة خاص. خاص، خواص، مختص، خصوصية، كل هذه الكلمات نعتقد أو كنا نعتقد بأنها عربية، وهي ليست كذلك، بل كلمة ميدية أصيلة. هذه الكلمة خاص التي يستخدمها العرب مقتبسة من خاص، وخواص أي شيء يرغب به الناس، وهي كلمة ميدية، كلمة ميدية أصيلة. خبر، مقتبسة من هاوار أو خوار. خرطوم، مقتبسة من قرتم أو قرك البلعوم. حتى الآن نقول عن البلعوم قرك، قرك. خرير، خرير، خرة، خرة. جميعكم يقول عن خرير المياه خرخرة آف. خزانة، خزانة، أي هي كلمة ميدية، كلمة ميدية أخذها العرب مثل ما هي خزنة باللغة الميدية. قصة، قصة مقتبسة من خصا، خصا باللغة البهلوية تعني الكلام. خميرة، مقتبسة من هذير. خيمة، مقتبسة من هيوان. كلمة دبس التي يستخدمها العرب مقتبسة من زبش، زبش. الآن نأتي إلى كلمة دجال. دجال مأخوذة كما هي من اللغات، من اللغة الكردية القديمة. دجال، دجال، د بمعنى ضد، آل هو الإله أي عدو الله. الدجال عدو الله، أخذ العرب بنفس المعنى أيضا. دجلة، 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 الإنجليز أيضا تيغرا، وهي كلمة كردية أصيلة بمعنى تيج ريج، تيج ريج. تيج بمعنى الحاد، وريج جميعكم يعرف بأنها جريان، أي الجريان الحاد. دجلة مأخوذة مقتبسة من كلمة تيجريج. دخان، دخان، دخان مقتبسة من دوكال، دوكال، دو الدخان، وكال بمعنى العالي أي الدخان المتصاعد طبعا من النار. ودو كال هي باللغة البهلوية، اللغة البهلوية. طقم، دستة، من دست، عندما يقول العرب والمصريين خاصة
أهل الشام يقولون دستة كاسات، دستة كاسات، دستة كاسات، أي طقم كاسات، دست دست طقم. دستور، دستور مقتبسة من دستبر، دستور مقتبسة من دستبر، تعني الالتزام باللغة البهلوية. دف مقتبسة من دوب باللغة السومرية وتعني اللوحة. ديمن مأخوذة كما هي، ديمن منظر. دهاق مقتبسة من دياكو، دياكو متأتية من دياكو وهو لقب ويعني حاكم الإقليم أو رئيس القرية، هي كلمة ميدية. دولاب، دولاب مقتبسة كما هي، أخذها العرب كما هي، دولاب. دو بمعنى اثنان، لاب هي القطعة أي الشيء المتكون من قطعتين. دين، كلمة دين، دين هو الإله السومري، دين جير، دين جير عند الميديين والبهلويين، دي إن، دي إن. إذن دين ليست كلمة عربية. ديوان مقتبسة كما هي من ديوان محل القيادة. رشة، رشة رجال، رجال. رف مأخوذة كما هي، رف. ريباز مقتبسة من ريواز وهو نبات معمر ذات طبيعة جبلية. الآن نأتي إلى زب، والعرب يقولون عنها العضو الذكري، كلمة كردية زاو مقتبسة من زاو والعضو الأنثوي زيو، زيو. زعفران مقتبسة من الكلمة السومرية زافران، زافران كما هي. زفاف كلمة ميدية، كلمة ميدية العرب اقتبسوها كما هي. زما الكرد الميديين يقولون زما وند، زما وند، وند بمعنى ارتباط، ارتباط. زل تزحلق من زل، زلم، زلم. طبعا غالبية أهل الشام يقولون الزلم، زلم متأتية من زلام. زل بمعنى الكبير، عام الإنسان أي الإنسان الكبير. زمان، زمان، زمانة، زمانة. في اللغة البهلوية يقولون زمان كما هي، زمان. زواج، زوج مقتبسة من زوج. ساذج، ساذج مقتبسة من زاو، زاو وهي كلمة بهلوية. الآن نأتي إلى يوم السبت، السبت. السبت كلمة خورية، كلمة خورية لا صلة لها باللغة العربية إطلاقا. طبعا هنالك الدليل، الدليل. السبت هي كلمة خورية كانوا يقولون سبتة، سبتة، وفي اللغة الميدية كانوا يقولون هفتة، هفتة. طبعا تستطيعون أن تقولوا لأي شخص يتكلم باللغة العربية تفضل وابحث في الجوجل عن أيام الأسبوع في الجاهلية، سوف يبحث وسوف يرى بأن كلمة السبت، يوم السبت في لدى العرب في الجاهلية كان يسمى شيار، 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 وهو الشيء الذي أخذ من مكان وظهر في مكان آخر. إذن في العهد الجاهلي لم يكونوا يقولون السبت بل كانوا يقولون شيار، شيار. سرداب مقتبسة من سرداو، سرداو. سفر، سفر أسفار مقتبسة من هسب سوار وهي كلمة بهلوية، وهي كلمة بهلوية. سكران مقتبسة من سرقران. شليق، شليق مقتبسة من شلي، شلي أي عديم الاحترام، عديم الاحترام. سماء، الآن نأتي إلى سماء. سماء مقتبسة من آسمان، آسو تعني الأفق، مان هو المكان. سمكرة، سمكرة طبعا هي مهنة أيضا، خاصة في المسلسلات والأفلام المصرية يقولون عن فلان بأنه سمكري، هذا هو عمله. سمكرة مقتبسة من سمكاري، سمكاري، سم نعل، كاري هو العمل أي عمل نعال،
شعر شعر من شرو شرو كلمة سومرية كلمة سومرية شفق شفق مقتبسة كما هي شفك شفك شمع شمع مقتبسة من اللغة السومرية في اللغة السومرية كانوا يقولون شمش شمش صباح صباح كنت أفكر كثيرا ما ماذا تعني كلمة صباح باللغة الكردية هل يعقل ألا يكون صباح يوجد مرادف لصباح في اللغة الكردية حتى وصلت إلى هذه المصادر لأكتشف بأنها متأتية من سبي أو سبي بمعنى الأبيض عندما تشرق الشمس طبعا تضاء الدنيا صباح كلمة ليست عربية صبي أيضا مقتبسة من ساوا ساوا أي الكائن المولود طاس مقتبسة كما هي طاس العرب فقط حولوا تاء إلى حرف الطاء طاقة طاقة من مقتبسة من تاك تاك كلمة بهلوية كلمة بهلوية طباخ تاوك طبل مقتبسة من تبل الآن نأتي إلى طربوش طربوش مقتبسة من كلمة تر تر بوش تر بوش وهي كلمة بهلوية تر تعني الرطب بوش تعني الغطاء طعم طعم مقتبسة هذه الكلمة التي يستخدمها العرب طعم مقتبسة من توم توم طعن أيضا من تانا أما طنبور 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 اقتبسوها كما هي من الكلمة البهلوية عار عار مقتبسة من الكلمة الميدية كما هي اقتبسها العرب كما هي آر آر تعني الشرف الميديين الميديون كانوا يقولون آر آر عام هم أو همو عسكر مقتبسة من لشكر لشكر بمعنى العسكر أو الجندي غبار مقتبسة من خمار خمار غزال اقتبسها العرب كما هي الكرد وبسبب الاحتلال الطويل لكردستان من قبل العرب اعتقد الكرد بأن غزال كلمة أو اسم عربي لا بالمطلق ليس عربيا لذلك قام الكرد وابتدعوا اسمين آخرين لهذا الحيوان الجميل قالوا آسك آهو آسك آهو ولكن غزال اسم كردي غور غور طبعا هي الأرض العميقة من كور غور كور فردوس يستخدمها اليونانيون أيضا يستخدمها اليونانيون أما الميديون كانوا يقولون عنها باري ديزا باري ديزا كلمة ميدية أي الحديقة الفسيحة الحديقة الفسيحة فرسخ العرب يستخدمون هذه الكلمة واقتبسوها من فرسن فرسن كلمة بهلوية تعني وحدة المساحة فرسن فرسن فرمان هي كلمة بهلوية اقتبسها العرب كما هي كما هي فرهود فرهود اقتبسها العرب أيضا كما هي فرهود فرهود فر تعني النهب هود إجباري أي نهب الشيء بشكل إجباري فستق اقتبسها العرب أيضا من البهلوية اللغة البهلوية فستق تعني بستة بستة فهرست فهرست العرب أحيانا في معاجم يقولون بأنها كلمة فارسية وهم يركزون أبدا على كل كلمة كردية بأنها فارسية لأنهم يعلمون بأن الكرد هم أصحاب الأرض وهم محتلو كردستان يحاولون أن ينفوا كل شيء متعلق بالكرد لذلك يقولون بأن فهرس كلمة فارسية وهذا الأمر غير صحيح هي كلمة بهلوية من العهد الساساني فهرست بيرست بيرست فهرس كلمة بهلوية ساسانية بيرست فولاذ مقتبسة من كلمة بولافت فيروز مقتبسة من بيروز مبارك قلعة مقتبسة كما هي كله كله العرب أضافوا حرف العين
كله تعني البيت المبني على الجبل. قلم، قلم، وأتمنى على الكرد أن يستخدموا بالإضافة إلى نيفيسوك، نيفيسوك قلم أيضا، لأنها كلمة كردية، كردية بهلوية، وهي العرب اقتبسوها من كولم. كولم هي قطعة خشبية رقيقة يتم بها غلق الباب. كولم قلم مقتبسة من كولم. قياس، قياس مقتبسة من جز، غاز. حتى الآن نستخدم نحن الكرد هذه الكلمة غاز. كأس مقتبسة من كاسة، كاسة. كر وفر، كر وفر مقتبسة من قر قر، قر قر. الكرخ، الكرخ مقتبسة من كراخ، كراخ أي ضفة شاطئ. كركوم، كركوم اقتبسها العرب كما هي في اللغة السومرية أيضا كركوم. كمون أيضا. كنز مقتبسة من جنج أي الشيء الثمين. كوخ مقتبسة من الكلمة السومرية كبا، كبا. لجام، لجام مقتبسة من الكلمة لخاو، لخاو خاص بالحصان. لجوج مقتبسة من رجو، رجو. ولحاف يستخدمها العرب ولكنها مقتبسة من لخاف، لخاف. أي أنت أيها الكردي تستطيع أن تقول لهاف، لخاف، كلمة كردية. لفة يلف مقتبسة من لفكة، لفكة، وهي قطعة يتم غسل الجسم بها. لقلق، لقلق هذا الحيوان الظريف اللطيف، هذه الكلمة مقتبسة من لقلق، لقلق. لهجة، لهجة هذه الكلمة التي يستخدمها العرب مقتبسة من لاوجة، لاوجة، وتعني أغنية، أغنية. مأتم مقتبسة من ماتميني، ماتميني. مات تعني السكون، مينا تعني الصورة. مسجد، مسجد مقتبسة من اللغة البهلوية، كانوا يقولون مزقفت، مزقفت حولها، حولها العرب وحوروها إلى مسجد، حوروا كلمة مزقفت إلى مسجد. مزقفت معبد للإله الحكيم، كما قلت هي كلمة بهلوية. معدن مايدان، معدن مايدان أي مكان الجوهر. معنى مقتبسة من مانا، مينك تعني التفكير، التفكير. الآن نأتي إلى كلمة مقام، مقام مقتبسة من قام، قام أي مقام الأغاني، كفام، وهي موجودة في الكتاب المقدس اليارساني، كلام، كلام. حتى الآن، حتى الآن الكرد يقولون سنقول كلام، كلام. ملا، ملا هي ملا، ملا كلمة سومرية وتعني رئيس الشرطة، رئيس الشرطة. مهر من مقتبسة من الكلمة الميتانية مهر، مهر، وهي كنية الإله مهر، طبعا هو إله ميتاني، إله ميتاني. منصة، منصة مقتبسة من ميز، ميز كلمة ميدية وهو شيء مستخدم للضيافة. إذن منصة مقتبسة من ميز. مهرجان، مهرجان كلمة خورية اقتبسها العرب واقتبسوها كما هي في اللغة الخورية، كانوا يقولون مهرجان، مهرجان، وهو يوم الاحتفال بعيد الإله ميثرا، ميثرا. موز، موز هذه الفاكهة أخذها العرب كما هي وهي كلمة بهلوية. نازك، نازك، نازوكس، نازوكس كلمة ميدية، ميدية. نعاس
نعاس ونو ونوس ونوس أو ونس كلمة بهلوية نموذج من نمونة نيشان أخذها العرب كما هي هلال متأتية من هل هلات هل هلا هل هلا متأتية من الكلمة السومرية هولا هولا هي كلمة سومرية هيكل هيكل مقتبسة من أيكال أيكال أي تعني البيت كال تعني الكبير بمعنى بيت كبير وهي كلمة سومرية ليست كلمة عربية وجدان أخذها العرب كما هي ورق بلق بلق كلمة بهلوية وجدان أيضا أخذوها كما هي وردة وردة نقول عنها قل قل وردة وردة تستطيعون في اللغة الكردية أن تقولوا وردة أيضا ليست مشكلة وردة في اللغة البهلوية كانوا يقولون وردة وردة وفي اللغة الميدية كانوا يقولون واردها واردها في البهلوية وردة أخذها العرب تقريبا كما هي وزير وزير كلمة بهلوية كانوا يقولون وجير وجير حورها العرب إلى وزير وفي اللغة البهلوية وجير تعني الناصح أو المستشار الجميع الكرد يعرفون أن كلمة جير تعني الذكي إبريق من أوريج أو أفريج أفريج تل أخذها العرب كما هي طاووس 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 أخذها العرب كما هي وهو اسم إله سومري دموزي دموزي طا تعني ضوء حتى الآن نقول طاواروكي ضوء ووز مطيع لأوامر الله الآن سوف على عجالة سوف أقرأ لكم بعض الكلمات البهلوية الخاصة باللغة البهلوية من الحضارة الساسانية يعرف الجميع أصلها حتى الفرس وعلماء الفرس طبعا يقرون بأن الساسانيون هم كرد فقط العرب يركزون بأنهم الفرس فرس طب الفرس يقولون بأن هؤلاء كرد العرب يقولون لا هؤلاء هم فرس لا أعلم الحقيقة القصد من هذا الأمر هو إنكار الوجود الكردي وطمس تاريخه طبعا من يريد أن يطفئ نور الله نور الله لا يمكن إطفاؤه الحقيقة سوف تظهر نأتي للكلمات البهلوية التي اقتبسها العرب استابل استابيلا استابيلا في اللغة البهلوية أوزار اقتبسها العرب كما هي من اللغة البهلوية بلوط برلوط باروت بالكردية نقول برو برو بلوط بس بست بس العرب يقولون بس طبعا هي لا أعتقد أن العرب يقولون أن بس كردية هم يقولون فقط متأتية ومقتبسة من بست بخشيش أو بخشيش من بخشيش كلمة بهلوية كل هذه الكلمات التي سأقولها الآن هي بهلوية بستان بيستان بناء بنيا شاكوش 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 شطرنج شاطرنج شاطرنج شات قطعة رنج ملون أي قطعة ملونة شطرنج متأتية من الكلمة البهلوية شاطرنج دفتر كما هي دفتر من الآن فصاعدا لست مضطرا أقول بلويس بلويس كلا سأقول دفتر لأنها كلمة كردية وكي لا ينزعج العرب أقول كلمة بهلوية لا تغضبوا دهليز مأخوذة كما هي دهليز درد درد درويش دريوش مقتبسة من دريوش سباس ما مستأشرف جوز مقتبسة من جويز جويز جويز
أمين علي يوجد كلمات فارسية في القرآن أيضا نقلها الصحابي الفارسي الزردشتي سلمان الفارسي. طبعا هنالك كلمات كثيرة لا تحصى. عنبر، عنبر مقتبسة من آمار. هنبر، هنبر، هنبر كلمة فهلوية خالصة. همة، همت، همت. حيرة، هيرت. هيج، هيج. خردة، هوردة، هوردة شيء صغير. كهرباء، كهرباء، كهرباء. كمان، كمان، كما هي، اقتبسها العرب كما هي. كمان. كنيسة، كنيسة، لست مضطرا أن أقول دير، سأقول كليسة. كليسة هي كلمة فهلوية. كليسة العرب جعلوا منها كنيسة. كوتشوك، كوتشوك في الأتراك يستخدموها، يستخدمونها، أخذوها من الكلمة الفهلوية بتشوك، ونحن حتى الآن نقول بتشوك، بتشوك. مرهم، مرهم، مرهم. مادة، العرب يقولون مادة، نفسها، نفسها، أخذوها من اللغة الفهلوية مادة. مهرجان أيضا كما قلت الآن مهرجان. حجر المينا، مينا. البهلويين كانوا يقولون مينا أي حجر نفيس. موز، أكرر، موز كلمة بهلوية خالصة غير عربية. نارنج أيضا، نارنج كلمة بهلوية. ناي، ناي، أخذوها كما هي. نازك كما هي أخذوها، نازك، نازوك. فيل، فيل هذا الحيوان الضخم مقتبس من بيل، بيل. كان الساسانيون يطلقون على هذا الحيوان اسم بيل، بيل. الباء، حرف الباء لا يوجد لدى العرب ويصعب عليهم أصلا نطق هذا الحرف، يقولون باء، باء. عندما يقولون لك بيروزبا يقولون لك بيروزبا، أمر طبيعي، هذه ليست لغتهم. رستاق، رستاق ذاك المكان المزروع مأخوذ من الكلمة البهلوية رستاق. صابون أخذوها كما هي صابون. ساذج، ساذج من سازك، سازك. سراب كما قلت الآن سر أو، سر أو، أو أف. تاج من تاج، تاج، تاج الملوك كلمة فهلوية تاج. حتى هذه آخر كلمة، كلمة حتى مأخوذة من الكلمة الميدية آت، آت كلمة ميدية، كلمة ميدية. فيما بعد الكرد أصبحوا يقولون تا، تا. العرب أضافوا حرف الحاء وجعلوا منها حتى.